يعني تعرفنا بالدرس السابق على فد شيء اسمه ستريس كونسنتريشن، وقلنا هذا ستريس كونسنتريشن يحدث بالأجزاء الميكانيكية قد ما شنو قد ما يكون يحصل في التغير مفاجئ بالمساحة، واضح؟ يعني طبيعة الأجزاء الميكانيكية بالحالة العملية والحالة الحقيقية هي ما تكون منتظمة المساحة، هي عادة ما تكون شنو متغيرة المساحة. مثلا عد ما ناخذ مثلا، بس اللي عارفه دكتور نعم شاشة ماكو ما بشاركة مشارك شاشة ولا لا المفروض مشاركة، ما ماكو أعرف ليش راحت. أوكي أنا متأسف مرة ثانية. هسه اكو شاشة عيني. فأي كومبوننت يصير بيها تغير مفاجئ بالمساحة، يعني abrupt change in area crossing أو بالشيب مالتها، شو يصير بيها؟ يصير بيها تمركز إجهاد بهاي المساحة اللي تتغير. أوكي، فعملية أو تمركز الإجهاد يعرف أنه شنو هو ذلك الإجهاد اللي ينتج نتيجة شنو؟ وجود تغير مفاجئ بالمساحة. واضح يعني؟ احنا بالمناقشات السابقة او بمعرفتنا السابقة لانواع الاجهادات كنا ناخذ شنو المساحة منتظمة. عند ما تكون عندي المساحة منتظمة فتكون عندي خطوط الاجهاد، لو نفرض عندي هاي البليتة معرضة الى تنسايل لود، فخطوط الاجهاد تكون متوازية وتفصل بينها مسافات متساوية وتكون بها استمرارية. هاي الفلو اوف ستريس او الفلو اوف فورس، واضح؟ هذا اللود فيه. عند ما يصير عندي تغير مفاجئ بالمساحة، هنا هذه تنطبق عليها شنو؟ تنطبق عليها الالمنتري اكويشن مال الستريس، يعني اقول سيجما تنسايل يساوي لي البي اوفر اي، والاي هي هذه، واضح؟ هاي هي الاي اللي هي العمودية على القوة. عند ما يصير عندي تغير بالمساحة، هاي المعادلة بعد ما تنطيني يعني انديكيشن حقيقي لطبيعة الستريس. هو الستريس يبقى تنسايل لود، يبقى تنسايل ستريس لأنه عندي تنسايل لود. فلو اجيت سويت ثقب هنا او سويت فد حز مثلا هنا مثلا هيجي بالمساحة، واضح؟ واضح. فهنا هذه خطوط الاجهاد ما راح يصير بها شنو، يصير بها ريديستريبيوشن، يعني راح تتوزع بتوزيع غير منتظم، مو مثل هذا اللي بالحاله العاديه. فهنا عندي المكانات اللي تتغير بها المساحه هي تكون مكانات شنو، مكانات عرضه لتمركز الاجهاد، واضح؟ ناخذ هذا الثقب، مكانات اللي تكون بعيدة عن التغير بالمساحة لاحظ بيها الإجهاد يكون، بس المكانات اللي هنا يصير بيها شنو، يصير بيها تقاطعات، يصير بيها discontinuity، يعني هذا الخط ما يستمر، واضح؟ هنا هاي المكانات يعني لو أتوقع يصير فشل، وين يصير عندي الكراك؟ يبدي منه، واضح؟ من الداخل. يعني لو فرضا عندي ورقة واجيت حطيت بها ثقب بالمنتصف،
وجيت جريتها من هنا ومن هنا. وين اتوقع الفشل يصير؟ بداية الكراك وين يصير؟ يصير هنا وهنا صحيح؟ هو ما يصير هنا، مستحيل واحد يقول لي مثلا او يصير بالخارج، يبدي من الداخل اللي برا. هاي المكان اللي صار بي الكراك هو انديكيشن على تمركز الاجهاد بهاي المنطقة، يعني هذا المكان هو ضعيف، الاريا ما تقاوم الستريس وبالتالي يصير بيها فشل. اوكي يعني؟ واضحة؟ واضحة طلاب؟ طلاب وياي؟ اكو صوت؟ نعم نعم سر. فهاي أوكي. فهاي المساحات مثلا انا شكو عندي يعني اجزاء الميكانيكية اللي تتوفر عندي بيها مثلا عدم انتظام بالمساحة، مثلا عندي هذا اليونيفورم كروس سكشن مال الشافت، يعني عندي شفتات ثلاثة هنا أنا. كل واحد بشكل معين، فاحتاج على مود اركب كومبوننت هنا على هذا الشافت، يعني لابد احتاج شنو؟ احتاج فد كي واي، يعني شنو كي واي؟ فد تجويف احشر من خلاله الكي، واضح؟ يعني الخابور اللي هو يكون جزء منه داخل الشافت والجزء الاخر وين؟ على الجزء المراد تركيبه، مثلا عندي بولي، عندي جير، عندي اي شيء، واضح؟ اخر يعني كومبوننت اخر. فهنا هاي المكانات بعد ما اقدر اعاملها على انه هي شنو يكون بيها يكون بيها الاريا منتظمه، لا زال صار تغير. اذا صار شنو؟ صار تمركز اجهاد بالمكانات اللي شنو اللي تتغير بيها المساحه. عند الفيجر بي عندي هذا الستيب شافت، لغاية تصميمية انا اسوي هذا الشفت بهذا الشكل. ليش؟ لانه مثلا انا احتاج عندي بيرنج اسوي احطه هنا، مثلا تو بيرنجز، احتاج مثلا اثبت فت كومبوننت هنا مثلا جير او بولي، واضح؟ على مود هذا الجير يتعشق ويا جير اخر وينقل القدرة يعني من هذا المستوي الى مستوي اخر. فهنا المكانات اللي تتغير بها المساحة، يعني هنا سواء على الكي او هنا على يعني المكان اللي اربط به الشفت مع الجير، وهنا هاي الستيب اللي سويتها على مود ألقى فد تصميم أو ألقى فد ستاندرد دايمنشن للجير، فأحتاج أسوي هذا القطر المختلف على مود أثبت هذا الجير هنا، كذلك ألقى فد ستاندرد دايمنشن للبولي وأجي أثبته. فهاي المكانات اللي يتغير بيها المساحة هي عرضة علما لتمركز الإجهاد. عندي بالفيجر سي عندي هذا الكرانك شافت هم يعني يستلم القدرة من الريسبروكيتنج أو من الكونكتد رود، وراح ينقلها من هذا المستوى الى مستوى اخر الى الويلز. فهنا همين هذه عندي شنو مكانات تتغير بها المساحة، فهي تكون عرضة لتمركز الاجهاد، واضح؟ عندي هذا الستيب شافت مثبت عليه different attachment element، عندي pulley وعندي جير وعندي شيف وعندي بيرنج. فهنا المكانات اللي تتغير بيها المساحة هي تكون شنو؟ عرضة لتمركز الإجهاد.
واضح يعني؟ هاي السناب رينج، عندي رينج هنا أنا اسوي لها تجويف، اسوي لها جروف هنا أنا على مود اسوي فيكس اتاتشمنت بتوين البيرنج والشافت. هنا أنا احشر هاي السناب رينج، فاحتاج اسوي شنو؟ اسوي جروف هنا أنا عليها على الشافت واثبت هاي الرينج هذا المكان على مود امنع حركة البيرنج. عندي كذلك اسوي هنا أنا شنو؟ تيبر بين، احشر هذا التيبر بين بتوين الشيف والشافت. هنا أنا اسوي فد ترانسفيرس هول، وبالتالي شنو؟ اثبت هذا المكان على هذا الجزء. فهاي المكانات اللي تتغير بها المساحة هي عرضة لتمركز الإجهاد. جيد، فهنا أنا اجيت على مود احسب تأثير هذا الإجهاد واشوف مدى خطورته. ايش سووا هنا؟ صنعوا فد عينة من مادة بلاستيكية مثل مادة المسطرة بقياسات معينة، واجوا عرضوها الى الاجهاد. هنا الطريقة اللي المستخدمة او الطريقة القديمة لحساب معامل تمركز الاجهاد هي سحولها الفوتو الاستيك تكنيك. شنو يعني فوتو الاستيك تكنيك؟ هاي الطريقة تتم من خلال تصنيع عينة قياسية بمواصفات معينة من مادة معينة وتعريضها للإجهاد وتسليط ضوء عليها. فمن خلال الضوء عندما يضرب العينة الضوء فيأخذون صورة للشكل المشوه، واضح؟ فراح تكون عندي، راح تظهر عندي شنو؟ تظهر عندي هاي الفرينجز اللي هي خطوط الإجهاد، راح تتوزع داخل هاي العينة. ومن هذا راح شنو؟ هاي الخطوط تعطيني indication عن طبيعة الستريسز أو stress distribution within this element. فهذا stress distribution على هاي العينة القياسية المعرضة إلى bending load، فشافوا أنه خطوط الإجهاد بالمكانات اللي تتغير بها المساحة، يعني هذه هنا يكون بها عدم استمرارية ويكون توزيعها غير منتظم كما هو الحال هنا وهنا وهنا، بينما يكون توزيعها منتظم وتفصل بينها مسافات متساوية عندما تكون شنو؟ بالمساحات المنتظم. اوكي، فالمساحة المنتظمة اللي احسب من خلالها الاجهاد هي المساحة الصافية الخالية من شنو؟ من تغير، المساحة اللي ما بيها اي تغير مفاجئ، يعني تكون مساحة منتظمة. فلو اجي لهنا انا ايش راح اشوف؟ راح اشوف المساحة بالحالة الطبيعية اللي هي دون الاخذ بنظر الاعتبار تغير تغير المساحة، هشوف الستريس ديستريبيوشن عليها هو بهاي الشكل مثل ما هو هذا. هذا انا عندي بيندنج لود من هنا ار ام، وراح تكون هذه اندر كومب اندر تنشن وهذه اندر كومبريشن. اوكي، هذه حاليا ما تخدمني لمعرفة قيمة الاجهاد الاعظم. هنا أنا قيمة الاجهاد الاعظم تكون شنو؟ تكون حاصل ضرب السيجما ماكس
يكون شنو؟ يكون حاصل ضرب معامل تمركز الإجهاد أو geometrical stress concentration مضروب بمن؟ مضروب بالسيجما نومينال. فالسيجما نومينال هي شنو؟ هي المساحة المنتظمة الخالية من تمركز الإجهاد. أضربه بالكي تي اللي هو theoretical stress concentration راح أحصل على شنو؟ راح أحصل على قيمة الإجهاد الأعظم، وهو هذا ينطيني هذا الفيجر. فقيمة الإجهاد الحقيقي بهاي النقطة هي مو سيجما نومينال، هي هذا اللي هو ايش قد مقداره؟ مقداره الكي تي الثيوريتيكال ستريس كونسنتريشن مضروب بالنومينال، يعني اكبر من عنده اضعاف. هذا من ظهر عندي؟ ظهر عندي نتيجة وجود هاي النوتش، تغير بالمساحة. واضح؟ اوكي. يعني طلاب واضح غير واضح ما اعرف شنو، نستمر. عندي رواياك واضحة الامور عندي؟ عندك روايات. إذن الـ Actual Stress Distribution for Notch Section. حتى أنا من كل شتاب أنا أفتح المايك ما يفتح. أوكي. فكل المعادلات اللي خذتها سابقا اللي تشتغل على مساحات منتظمة هنا عندما تتغير ما أقدر أطبقها، عندما عندي مساحات شنو متغيرة، مساحات غير منتظمة. فلازم ادخل شنو؟ ادخل معامل تمركز الاجهاد اللي هو theoretical stress concentration. فلو عندي هسه هذا سيجما بيندينج ماكس، هو سيجما بيندينج يساوي كي تي بالسيجما نومينال اللي وهم نتيجة البيندينج. اوكي. وبهذا احصل على قيمة الاجهاد الاعظم اللي هاي هسه حاليا هذه اقارنها مع منو؟ اقارنها مثلا for safety purposes الفاكتور اوف سيفتي يساوي لي سيجما ييلد على سيجما ام ماكس ديو تو بيندينج. فهاي القيمه الجديده اللي ظهرت لي، من ظهرت لي؟ نتيجه وجود شنو؟ تغير بالمساحه. اذا اني وظيفتي كمصمم اصمم اجزاء ميكانيكيه تقاوم تمركز الإجهاد. ليش؟ لأنه أنا عندي جزء ميكانيكي حقيقي مضطر أسوي شنو؟ أسوي مساحات غير منتظمة، يعني مساحات متغيرة، مقاطع مختلفة. أحتاج أسوي هول، أحتاج أسوي جروف، أحتاج أسوي فلت. هذه أنا مجبور عليها. أحتاج أسوي نوتش. هذه مجبور عليها. ليش؟ لأنه لازم أصنع جزء ميكانيكي يفي بغرض معين، أثبت أجزاء ميكانيكية عليه أخرى، أنقل حركة. واضح؟ فأضطر أسوي شنو؟ أجزاء ميكانيكية متغيرة المساحة. إذن أنا وظيفتي كمصمم شلون أصمم أجزاء ميكانيكية تقاوم تمركز الإجهاد اللي أنا أصلا مجبور عليه، أنه مجبور أصمم مقاطع متغيرة المساحة. كل المعادلات السابقة اللي خذناها تشتغل عندي، بس بشرط خل شنو؟ أدخل معامل تمركز الإجهاد. حتى نظريات الفشل همين تشتغل عندي، بس بشرط واحد، أنه أدخل عليها شنو؟ أدخل عليها معامل تمركز الإجهاد. أوكي يعني؟ لو نأخذ مثال آخر، مثلا هذه بالحالة الطبيعية أقول أن الـ P أو السيجما تنسال يساوي لي الـ P over A. واضح؟ زين، إجيت أنا خليت ثقب هنا ونفس البليتة، إيش تصورون؟ البليتة قوت لو ضعفت؟
بليته صولد كلش هنا، وجيت بليته ثانيه خليت بيها ثقب، فهنا ضعفت البليته لو قويتها. هسه هنا انا عندي بليته بيها صولد وبليته بيها ثقب، ايهما اكبر؟ ايهما اقوى؟ العفو السؤال، ايهما اقوى بتحمل الاجهاد؟ بتحمل الفورس البدون ثقب هي تكون البدون. اقوى، ليش؟ نعم صالد هي اقوى، ليش؟ لانه هنا المساحه اللي تقاوم القوه قلت، واضح؟ وبالتالي صار عندي ضعف. اذا هنا على مود انا اشغل هذه لازم اخذ بنظر الاعتبار شنو؟ هذا التغير الحاصل بالمساحة، هذا التغير الحاصل بالمساحة يؤخذ تأثيره من خلال معامل تمركز الإجهاد. إذا السيجما تنسايل هنا يساوي لي شنو؟ يساوي لي الكي تي بمن؟ بالسيجما نومينال. هسه نعرف شلون نطلع النومينال وشلون نطلع الكي تي، هاي لاحقا. بس معادلة السيجما نومينال هنا هي همين P over A. ال P هي معروفة وال A همين أقول A nominal، يعني ال A الصافية. فنفس المعادلة سواء هاي وهاي، هم P over A هم P over A، بس هنا ايش دخل عندي تأثير منه؟ تأثير هذا الثقب اللي نوجد عندي جديد، تأثير أخذته بمن؟ بمعامل تمركز الإجهاد. واضح طلاب عيني؟ واضح دكتور. هسه نعرف ذني مين راح يجني، الكي تي والنومينال والسيجما نومينال. هسه لو عندي مثلا نفس الشيء، عندي مثلا هاي البليته معرضه الى بيندينج لود، بليته بيها ثقب معرض نفس ال هنا أنا الإجهاد اللي راح يتولد نتيجة هذا شنو؟ بندنج ستريس. سيجما بندنج يساوي لي الكي تي بالسيجما نومينال، والسيجما نومينال هي من جايتني؟ جايتني من الام بالواي على الاي، بس اليا مقطع المقطع الصافي اللي هو الخالي من الثقب. إذا نفس المعادلة اللي أنا الاعتيادية هسه عندي تأثير منه، تأثير معامل تمركز الإجهاد. إذا غير إلى تورشنال لود همين أقدر أقول أن الكي تي مال التورشنال، طبعا هنا أنا مات البيندينج، وهنا أنا أحسب السيجما بيندينج لل يعني النومينال هو للبيندينج لود، أوكي؟ فنفس المعادلات اللي أنا أستخدمها، بس هنا ظهرت عندي مساحة النت اريا، يعني المساحة الصافية اللي هي ما بها تغير. بس تغير المساحة وين نحسب تأثيره؟ بالكي تي. اذا النومينال مضروب بالكي تي يعطيني السيجما بيندينج ماكس، اوكي يعني واضح. اذا كل معرفتي السابقة بطبيعة الاجهادات اقدر اطبقها، بس مع الاخذ بنظر الاعتبار معامل تمركز الاجهاد. واضحه عني؟ اكو سؤال؟ اذا اللي سجد عندي هسه جديده، شيء جديد اللي سجد هو ظهور عامل جديد اللي اثر على قيمه الاجهاد الاعظم، اسمه معامل تمركز الاجهاد. واضح عني؟ اوكي طلاب، انا جاي سلسل على كيف، على مود ما تكون الامور، يعني جاي اعيد اكثر من مره على مود يعني اوضح الامور ب يعني قدر المستطاع. فهنا قيم الاجهاد اللي تتولد هنا وهنا وهنا وهنا، هذه شنو راح تأخذ بنظر الاعتبار؟
كي تي هنا وكي تي هنا. اوكي يعني عندي مقطعين هنا، هذا المقطع الى كي تي خاص بي، وهذا المقطع همين ثاني الى كي تي خاص بي، واحسب قيمة الاجهاد هنا واحسب قيمة الاجهاد هنا، واقول ان قيمة الاجهاد الاعظم اللي تولدت هي ضمن المسموح به، ضمن البيرميسبل ستريس، اذا التصميم مالتي جيد، اذا الابعاد مالتي جيد، يعني تفي بالغرض ولا 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 يتعرض الجزء الميكانيكي للفشل. هذه الفيجر سي هو فاينايت اليمنت اناليسيس، طريقه الفاينايت، طريقه العناصر المحدده لمعرفه الستريس ديستريبيوشن على هاي الاليمنت. هنا انا عندي شنو؟ عندي هاي الطريقه، طريقه عدديه طبعا ابروكسيميت ميثود، تعتمد على تقسيم الجزء الميكانيكي الى اليمنتات، هذا اجزاء صغيره، ومن خلالها عمل معادله تفاضليه، حل المعادله التفاضليه لهذا الستركتشر من خلال يعني طبيعه اللود المسلط، طبيعه الماتيريال، فاجي انا اعرف الماتيريال واعرف اللود واقسم هذا الجزء الى مجموعه اليمنتات، ومن خلاله اسوي اسامبلينج للاليمنت واحصل على شنو؟ احصل على الستيفنس ماتريكس، واضح، واحصل على مثلا الديسبليسمنت، فالكي بالاكس يساوي للاف مثلا اذا عندي ستاتيك لود، يعني الاستطاله ب الاستفنس يعطيني شنو؟ يعطيني مقدار الفورس المسلط، واضح، ومن خلاله اقدر اعرف مثلا من خلال الستريس احسب، من خلال العفو الديسبليسمنت احسب السترين، ومن السترين احسب الستريس، ولها تفاصيل يعني هي ادفانس ماثماتكس، يعني ما اعتقد تاخذوها بالاندر جراجويت، ممكن اللي منكم يتوفقون للبوست جراجويت يعني الام اس سي او البي اتش دي ممكن ياخذون هذه يعني ضمن الكورسات المعتمده. زين عيني، فهي طريقه عدديه تعطيني همين، تعطيني شنو؟ تعطيني الستريس ديستريبيوشن على اي جزء ميكانيكي معرض الى فورس. فهنا اني من خلال هذا التوزيع يعني هاي الكنتور اللي صاير لاحظ الفورس فلو نفس هذا، نفس يعني يعطيني انديكيشن قريب للعملي او محاكاه سيميليشن قريبه للعملي، فلاحظ خطوط الاجهاد هنا بالمكانات اللي تتغير بين مساحه تكون هي بها عدم استمراريه، وكذلك شنو؟ كذلك توزيعها غير منتظم، بينما المساحات اللي تكون بها منتظمة المساحة فيكون بها شنو؟ تمركز العفو، خطوط الإجهاد تكون متوازية وتفصل بينها مسافات متساوية. أوكي؟ أنتوا هذا غير مطالبين به، فقط أنا يعني أعطيتكم الفكرة، فكرة الفاينايت إليمنت ميثود. فأجي شلون هسه أجي أحسب الثيوريتيكال ستريس كونسنتريشن؟ هنا أنا عندي هاي المعادلة اللي استخدموها، سخروا الثيوري اوف الاستيسيتي واجوا خذوا بليته وحطوا بيها ثقب، هذا الثقب شكله دائري، العفو اليبس، وقالوا يابا السيجما ماكس هو سيجما نومينال مضروب بهذا الفاكتور، هذا الفاكتور اصطلح عليه بالكي تي. فهنا أنا عندي الاي والبي، الاي هي المسافة منا لهنا والبي هي المسافة منا لهنا، واضح، فعندما تكون عندي قيمة الاي
على بي، الريشو بين اي وبي تساوي 2، عندي قيمة السيجما ماكس جي تساوي 5 اضعاف السيجما نومنا. يشوفون هذه هنا التوزيع شنو؟ شوف ايش قد خطورة هاي هذا الثقب، ايش قد اسهم بتكبير قيمة الاجهاض 5 اضعاف. قد ما تكون عندي الـ A over B نصف، لان السيجما ماكس يساوي لي. طبعا هذا اللود هو التنسايل لود. اوكي، هو عندي قد ما تكون اي مساويه للـ B، هنا انا عندي بالعفو بالنسبه للفيجر B انه نصف، راح يصير عندي شنو السيجما ماكس هو 2 من السيجما نومينال، يعني قلت. ليش؟ لانه المساحه المجابهة للإجهاد كبرت، لأن يعني المساحة المواجهة للإجهاد قليلة فقيمة الإجهاد أكبر، لأن يعني المساحة المواجهة أكبر إذا قيمة الإجهاد أقل. واضح؟ عندما تكون عندي قيمة الـ A over B يساوي لي 1، إذا قيمة الـ sigma max يعني صار مقطع عندي دائري، يعني A يساوي B، فتكون قيمة الإجهاد الأعظم 3 أضعاف قيمة الإجهاد النومينال. هنا أنا عندي هذا الفيجر هو ترجمان لهاي المعادلة، يعني فهنا أنا أقول للنيابة ايش قد عندي هذا. هنا أنا مو عندي بالمعادلة هي الـ B over A، A over B، لو أخذ لها الريسبريكال اللي هو بي اوفر اي هنا، واقول ان يابا نسبة البي اوفر اي مثلا مساوية للثنين، اذا قيمة الكي تي ايش قد تساوي؟ تساوي الاثنين. واضح؟ يعني هذا الفيجر، يعني لو اقلب هذه يعني البي اوفر اي يساوي 2، اذا نفس المعادلة. عند ما تكون عندي البي اوفر اي كل صغيرة، يعني كل صغيرة يعني تقترب من الصفر، هنا أنا عندي معامل تمركز الإجهاد يكون جدا عالي، يعني يقترب للإنفينيتي. يعني شنو معناتها؟ هنا أنا يعني معناتها أنا سويت شنو؟ كأنما سويت فقط حز طولاني، فماكو مساحة تقاوم هذا الحز، يعني يصير كل سهل للكسر أو سهل الفشل. واضح؟ يعني تعتمد على ايش قد الـ A وايش قد الـ B، بس كلش قليل الراتيو، يعني كأنما خط عندي بس شلون يعني ورقة وبيها شق، يعني لا هو دائري ولا هو إلبس ولا هو، فقط شق، فتكون سهلة الفشل. جيد، خلينا ناخذ مثال نوضح به هاي الامور. هسه هذه الميثودز فور اوف ريديوسينج ستريس كونسنتريشن لاحقا ناخذها. هسه هنا ناخذ هاي هذا المثال راح نوضح به شنو، نوضح به كيفية استخدام الجداول ومعرفة وكيفية معرفة شنو الإجهاد الأعظم عندما يكون عندي شنو أجزاء، عندي أجزاء ميكانيكية تتغير بها المساحة. يعني هو هذا مثال بسيط لكن راح أشرحه بالتفصيل، ونمود تكون عندنا شنو، يكون عندنا فد قاعدة انطلاق، يعني نقطة انطلاق لا فد مشاكل أصعب. For example 6.2 find the maximum stress induced in the following cases taking stress concentration into account. قول يابا أوجد لي الماكسيمم ستريس لهاي الفالون كيسز، عندي
بليته وبيها ثقب تتعرض الى تنسال لود، وعندي ستيب شافت هم يتعرض الى تنسال لود. شنو يعني ستيب شافت؟ يعني شافت الى اكثر من قطر، الى اكثر من ستيب، واضح يعني؟ فهذا قطر وهذا قطر اخر، يعني صار بي ترانزيشن. عندي رقم واحد هو ريكتانجولار بليت، الابعاد مالتها 60 ملم تايمز 10 ملم with a hole of 12 diameter as shown in figure 6.13a and subjected to a tensile load of 12 kN. كل عندي هاي البليتة معرضة بها ثقب مقدار 12 و قيمة الحمل المسلط هو 12 كيلو نيوتن. عندي الحالة الثانية أو الكيس الثانية هي a stepped shaft as shown in figure 6.13b and carrying a stress a tensile load of 12 كيلو نيوتن. اوكي يعني اذا في كلا الحالتين انا اباوع علما بداية اباوع الى نوع الحمل. هذا الحمل الجاي يسوي لي يسوي لي تنسايل ستريس، صحيح طلاب وياي يعني؟ ها طلاب الباقي أمستر ان شاء الله الكل موجودين. ما اعرف الموضوع ممل ولا ما اعرف. موجودين استاذ. اوكي جيد. موجودين استاذ موجودين. اوكي عاشت الايادي. موجودين فتبعا لهذا الحمل اقول انا اتوقع انه تنسايل ستريس راح يصير، بس نتيجة لوجود هذا الثقب اقول ان شنو اذا التنسايل ستريس راح يتعاظم بهاي البليتة نتيجة لوجود هذا الثقب. اذا السيجما تنسايل ماكس يساوي لي الكي تي اللي هو الثيوريتيكال ستريس كونسنتريشن مال التنسايل لود. اوكي احيانا يصحوا لي اي يعني مال اكسيال لود نفس الشيء، بس انا هاي التسمية انا خاصة بيه. مضروب بمن؟ مضروب بالسيجما نومينال مال من؟ مال التنسايل، نتيجة التنسايل. اذا انا وظيفتي انه اعرف معامل تمركز الاجهاد اللي هو theoretical stress concentration اللي هو مرموز الى كي تي، واعرف السيجما نومينال. اوكي هاي المعطيات اللي موجودة طبعا بالنسبة لهذا الفيجر وبالنسبة لهذا الفيجر نفس الشيء. يعني همين عندي تنسايل لود، اذا همين قيمة الستريس بهذا الفيجر او بهذا الشكل همين راح تكون عندي كي تي بالسيجما نومينال. اوكي هاي المعلومات المتوفرة نفسها بالسؤال. هسه اريد اعرف شنو هي الاي نومينال. شوفوا يعني الاي نومينال بهذا السؤال هي النت اريا. شنو النت اريا؟ يعني الاريا الصافية اللي ما بيها اي شيء. هسه هذا منا لهنا اوكي ها هي ايش قد مالت الثيكنس 10 ملم هنا انا من ابغى اعلى من هذا ناخذ له سايد فيو، فايش راح يكون عندي هنا؟ أنا عندي الثقب صحيح مالت هذا، فالنت اريا هنا يا هي الاريا الخاليه من الثقب، يعني هاي الاريا. اوكي يعني لان هذا فراغ، فاخذ هاي النت اريا اللي هي النومينال اريا على مود
احسب قيمة السيجما نومينال. اذا النت اريا هسه لو اجي هنا ارسم هذه هاي الاريا اللي هي ما ماخذ بنظر الاعتبار التغير. يعني هنا انا عندي شنو؟ هنا انا عندي ثقب. اذا النت اريا بهاي الحالة شنو؟ من ناخذ الارتفاع هذا يقل، راح يكون عندي هاي هي لو كان هذا تي وهذا شو مسمي هنا بي وهاي من اللي هنا مقدارها دي، هذه دي هذه بي وهذه دي، اوكي. فالنت اريا ايش راح يساوي لي؟ هذا تي من باقي نفسه، هنا أنا هذا الارتفاع الصافي نقدر نقول عليه هو البي ماينس الدي. اذن النت اريا او النومينال اريا الاي نومينال يساوي لي البي ماينس الدي مضروب بمن؟ مضروب بالتي. إذن ها هي النت اريا او النومينال اريا اي نومينال. اوكي يعني طلاب مفهومه هاي شلون صارت؟ طلاب عيني مفهومه؟ ما حد وينكم؟ اين انتم؟ اوكي جيد احمد. اي دكتور واضحه. احمد المساند الوحيد الي، يعني كل الباقيين ما. لا. اوكي جيد حسين. جيد. لا. حسين موجود جيد. بعد. عاشت ايدك انور. هو احنا نريد نسمع اصواتكم الحلوه، نعم. عافيه عباس. جيد. هسه فهمنا شلون اجتي هذه؟ ما انا اذا اظل اشرح وحدي همين البطاريه مالتي همين تهبط لحد ما يصير يعني ديسشارج. فاذا انت وياي تكون دائما بطاريتي عاليه يعني تعطون طاقه. اوكي يعني نعم اكو سؤال؟ نعم تفضل. نعم بنين واضحه. اوكي احمد واضحه عندك بنين. نعم دكتور عن قسم البي اللي هي مسافتها 10 دي وخرناها الثقب شلناه. نعم وخرت الثقب. هذا الثقب كانه ما اجيت محيته. تمام. انا من امحي لازم اخذ تاثيره صحيح؟ اوكي فمن اجيت محيته من محيته من الارتفاع صحيح؟ لانه كان الارتفاع الكلي هذا بي بس اجيت أخذ التأثير الثقب بهذا المكان وخرته. حتى يبقى الأي صافي. الأي نومينال. حتى يبقى الأي صافي. أوكي. إذا هاي النومينال ستريس أو سيجما نومينال يصيح ولا سيجما نومينال. جيد. هسه بقى عندي شلون أعرف الكي تي؟ أنا عندي أروح جداول. من خلال الجدول من خلال معرفة الشكل المراد حساب الإجهاد عليه ومعرفة نوع الحمل أختار الجدول المناسب أطلع من خلاله معامل تمركز الإجهاد. هسه لو نرجع فوق أكو عندنا جداول خاصة لحساب معامل تمركز الإجهاد. أنا عندي مثلا لهذا الفقر اوكي تيبل 6.1 theoretical stress concentration factor kt for a plate with hole of diameter d in tension. قول يابا عندي هذا التيبل اللي اقدر من خلاله
اعرف معامل تمركز الاجهاد. اوكي، البليته ليها ثقب plate with hole. اوكي، معرضه الى شنو؟ التنسايل لود. اذا عندي البي وعندي الدي. اوكي، اذا الريشيو هذا على مود اشغل التيبل احتاج شنو؟ احتاج اعرف الريشيو، صحيح؟ ايش قد عندي الريشيو بالسؤال؟ ينطيني اياها، يعني اعرف الابعاد البي والدي ايش قد ابعادهن. اوكي، واجي اسقطها على واحد من ذني، ايش قد الريشيو؟ مثلا الريشيو طلعت عندي هنا اذا الكي تي هو هذا مالته، يعني بالاعتماد على البي اوفر دي، دي اوفر بي. اوكي، يعني عرفنا شلون نستخدم الجدول. اوكي طلاب، نعم يا دكتور، واضحه للكل؟ اذا الدي اوفر بي اجيبها من هنا، ايش قد النسبه؟ اطلعها مباشره. لو عندي مثلا هذا التيبل الثاني theoretical stress concentration for a shaft with a transverse hole، اذا انا عندي هذا الشافت وبي ثقب ترانسفيرس مستعرض او عرضي، انا مو اشغل هذا التيبل، احتاج يا نسبه الدي اوفر دي، دي اوفر دي هي الدي كابيتال الى الدي مال الهول، وعليه شنو؟ عليه بيندنج لود. اذا من خلال الدي اوفر دي مثلا هنا أنا اقدر اعرف شنو هاي الدي اوفر دي، اقدر اعرف معامل تمركز الاجهاد. اوكي، يعني جيد. مثلا عندي هذا ستيب شافت معرض الى تنسايل لود، نفس الشيء. على مود اشغل هذا التيبل، عندي الدي كابيتال، لازم اعرف الريشيو الدي كابيتال الى الدي سمول. مثلا عندي طلعت هذه الدي كابيتال الى الدي سمول، وعندي لازم اعرف الار اوفر دي دي سمول، يعني الدي كابيتال اوفر دي سمول، والهاي الفلت الراديوس مال الفلت الى الدي سمول. النفرض طلعت 0.2، اذا من هنا اجي ومنه على البوينت 2 اقول ان هاي اللي اريدها انا يعني. وضحت عيني؟ هذا معرض الى تنسايل لود، هذا معرض الى بيندنج، اروح للتيبل جوا نفس الشيء، احتاج الدي اوفر دي واحتاج الار اوفر دي. مثلا هذه الدي اوفر دي وهذه الار اوفر دي، اسقطها منها ومنها واعرف هذا هو شنو، هو الثيوريتيكال ستريس كونسنتريشن. اوكي، يعني اكو احد عنده سؤال بهذا التيبلات؟ نفس الشيء بالنسبه للباقيات. اذا عندي مثلا عندي تورشنال لود، هم يعني احتاج الدي اوفر دي واحتاج الار اوفر دي وهكذا. عندي هذا الشافت وذ نوتش سيركولر شافت معرض لا تنسايل لود، فهم يعني على مود اشغله نفس الشيء. فلكل فيجر ولود الى تيبله الخاص بي. اوكي جيد، يعني اللي يعرف من خلال الثيوريتيكال ستريس كونسنتريشن. طبعا هذه تيبلات جاهزه، تعطيك ارقام جاهزه. عندي تيبلات اخرى اللي هي هذه نفس الشيء، هذه عندي يعني جرافات اقدر من خلالها شنو اقدر اشتغل عليها واطلع مقدار الثيوريتيكال ستريس كونسنتريشن. مثلا هذه عندي بليته وبها هذا الثقب مع اختلاف الرموز، مو فد شيء، بس هو هنا التيبل يقول لك يابا اعطيني الدي اوفر دبليو مقدارها هلقد، انطيك مقدار الكي تي، سقطها على الفيجر منا افقيا، دور على الفيجر نقطة تقاطع، دور سقطها هنا احصل على مقدار الكي تي.
وهكذا بالنسبة للباقيات. مثلا للار اوفر دي يقول لي يابا ايش قد مقدار الدبليو اوفر دي؟ واضح؟ اختار واحد من ذني الفيجرات، فلنفرض مثلا ناخذ مثال، مثلا عندي الار اوفر دي 2.2، وعندي الدبليو اوفر دي مقدارها 1.1. إذن يا فيجر اللي اختار، اختار الفيجر هذا، العفو اللاين، يا لاين اختار هذا اللاين، اقول انا اسقط هاي النقطة منها اسقطها على اللاين هنا. اوكي، دور بالمسطرة اخذ هذه القيمة. إذن هاي القيمة هي theoretical stress concentration لهذا الشكل. اوكي، وهكذا بالنسبة للبقية. واضح يعني؟ إذن أنا عندي tables وعندي graphs، أقدر من خلالها شنو؟ أقدر من خلالها أعرف ال theoretical stress concentration. لو نرجع على مثالنا، عندي ال ratio diameter of the hole with to the width of the plate أو to the width of a plate، عندي d over b، صحيح؟ هاي دي اوفر بي مقدارها ايش قد؟ 0.2. اوكي، ارجع للفقرات بها هذا، يا فقر يا تيبل، هذا التيبل صحيح، عندي دي اوفر بي ايش قد؟ 0.2. اذا مقدار الثيوريتيكال ستريس كونسنتريشن ايش قد؟ 2.5. اوكي، يعني طلاب وياي. هذه بالنسبة لل بالنسبة لهذا الفيجر. لو أقدر أستخدم نفس المعرفة اللي هي هذه، هذه نفسها، إيش قد عندي؟ عندي 0.2 صحيح؟ سقطها هنا أنا وسقطها على هذه، هذه واقعة بالمنتصف بين 2.4 و 2.6، إذن هذه لازم تكون 2.5. إذن هذه مشابهة علما للفيجر هذا بالتيبل. بعض المصادر تستخدم معادلات، مثلا تعطيك قيم A و B وتعطيك معادلة، هاي موجودة أعتقد أحد المصادر، مثلا معادلة حساب الـ KT، يعني إذا ما أكون غلطان، فشيء مثلا ratio أس فد معادلة معينة ومنطيك قيم هنا الـ A والـ B ومسطر لك اياها الريشيو هنا، تقدر من خلالها تختار يا ريشيو يا قيمة اي ويا قيمة بي وتطبق المعادلة هاي مباشرة، تعرف الكي تي بدون ما تسقط. اهميا موجودة. اوكي، فهي طرق متعددة لحساب الكي تي. اوكي، اذا من التيبل 6.1 تبع للمثال حصلت على مقدار الكي تي 2.5. اذا الماكسيمم ستريس سيجما ماكس نتيجة التنسير لود او نتيجة الاكسيال لود شو يساوي لي؟ يساوي لي الكي تي السيجما نومينال. اوكي، هاي النومينال اللي طلعتها من فوق من المساحة النت اريا، وهذه الكي تي اذا طلعت عندي مقدار الاجهاد ايش قد؟ 62.5 ميجا باسكال. اكو سؤال عيني اللي هنا؟ نجي الى الفقر الثاني، اذا ماكو سؤال على مود انتقل لل اكو واحد ما يعرف شلون يستخدم التيبل؟ اكو واحد عنده سؤال بخصوص التيبلات؟ ماكو سؤال؟ اوكي،
يجي لي الفقر الثاني نفس الاسلوب، احتاج اعرف او احسب النومينال ستريس. فاني وين المساحه اللي اختلفت عندي؟ هاي المساحه صحيح. إذن هاي هي شنو هي؟ هي nominal area. إذن أي nominal يساوي لي شنو؟ يساوي لي pi over 4 d square. إذن الkt أو السيجما nominal يساوي لي p nominal او p over a nominal. اوكي p over a nominal. خلصت؟ لا بعد. اقول ان سيجما ماكس يساوي لي الكي تي بمن؟ بالسيجما nominal. يعني انا هسه عرفت السيجما nominal، احتاج اعرف من هو الكي تي. اروح للجدول، انا مو بدي اشغل الجدول هذا، احتاج الدي اوفر دي. او يا عرفنا شلون نعرف، عرفنا شلون نحسب النومينال اريا طلاب بالنسبه للفيجر الثاني الستيب شافت. واحد عنده اعتراض؟ كل موافقين؟ ايفرون از هابي؟ بالنسبة لل كيفية حساب الـ theoretical stress concentration احتاج هاي النسبة هي d capital over d small اللي هي مقدارها حاليا 2 50 over، واحتاج ال r over d. إذن r d over d 2 و r over d يجد 0.2. اروح للجداول، القى وين الستيب شافت معرض الى تنسايل لود؟ هذا لقيته. هذا شلون يشتغل عندي؟ يشتغل عندي اذا عرفت دي كابيتال اوفر دي سمول والار اوفر دي دي سمول. اوكي احنا ايش قد هسه قلناها دي كابيتال اوفر دي سمول 2 مو صحيح؟ وانا مشتبه ها طلاب؟ نعم. والار اوفر دي ايش قد؟ 0.2. هاي 0.2. اذا هاي هي شنو الكي تي اللي ابحث عنها؟ 1.64. 1.4 يعني اذا دي اوفر دي 2 والار اوفر دي. روح للجدول احصل من خلاله على الثيوريتيكال ستريس كونسنتريشن. اوكي واللي من خلاله اعرف مقدار شنو؟ مقدار الماكسيمم ستريس. اذا الماكسيمم ستريس يساوي ان الكي تي بالسيجما نومينال، ودي اثنينات المعاليم. اذا مقدار السيجما ماكس يساوي لي 40 ميجا باسكال او 40 ميجا باسكال. اكو سؤال عني؟ هسه هذا كله حكينا بيز اون ستاتيك لود، حتى الثيوريتيكال ستريس كونسنتريشن هو كمان مبني على الستاتيك لود. بالدايناميك لود هم راح يستجد عندنا شيء جديد اسمه الفاتيك ستريس كونسنتريشن، اللي هو يعتمد على من؟ يعتمد على الثيوريتيكال ستريس كونسنتريشن، احيانا يسموه جيومتريكال ستريس كونسنتريشن نفس الشيء. Okay.